مرحبا ابتسام، تحية ليك ولكل السادة المشاهدين ولكل الزملاء الحاضرين وبالأخص الزميل سرحان الشيخاوي اللي هو رسميا تم تسميته المكلف العام بالإدارة العامة لكشف المؤامرات في البرنامج. تحية لكم جميعا. تحية ليك بالفعل. يعني في بالفعل نحن في كنا في ندوة صحفية لوزارة الفلاحة التي عقدت اليوم مع قدرش وزير الفلاحة، أربع مسؤولين اليوم هنا كانوا قبل قليل، انتهت الآن هي الندوة قبل قليل. طبعا لابد من الإشارة أنه هذه الندوة شهدت، احنا جينا من بعد، شهدت مقاطعة الصحفيين لنظرة الاحتجاج، لأنه لم تم إعلامهم منذ البداية أنه لن يقع السماح لهم بأخذ تصريح أو تصريحات بعد الندوة الصحفية. الندوة الصحفية يعني سيتكلم الأربعة مسؤولين من الوزارة، ثم سيفتح المجال لطرح الأسئلة، ولكن بعد طرح الأسئلة يعني لم يسمح لهم بأخذ التصريحات، وبالتالي تم مقاطعة هذه الندوة منذ البداية، يعني ولم تشهد حضور صحفي في الحقيقة. الندوة كانت في خصوص، يعني كما كنت تحكيه في الاستوديو، كانت في يعني الحبوب وأزمة الحبوب والصابة مع جفاف، وأيضا الموارد المائية اليوم اللي هي محل تساؤلات كبرى في تونس. يعني تقريبا أهم ما جاء أنه مثلا في صابة الحبوب، ابتسام، أنا كنت راحت أسئلة في الجانب هذايا. يعني اليوم احنا صابت مثلا 2023 تقريبا 2.7 مليون قنطار، وكما قال الخليفة هي بتراجع بنسبة 60% عن الصابة متاع سنة فارت اللي هي كانت تقريبا 7.5. لهنا سؤالي كان اليوم في يعني احنا التونسي قداش في تونس نستحقه أو يستهلك من قنطار في الشهر، حتى وكيف سيتم يعني تجميع بقية يعني الأصابة. الإجابة كانت أنه في تونس الاستهلاك الشهري في تونس هو 2 مليون قنطار تقريبا، يعني تقريبا في السنة 24 مليون قنطار، يعني صابة 2023 تقريبا تكفي شهر فقط. كان سؤالي الثاني أنه شنو الاستراتيجية الوزارة اليوم لتأمين حاجيات وعدم نشهدوش نقص يعني في الحبوب في السنة القادمة إذا كانت وصل موسم الجفاف. وغير الإجابة كانت أنه من يعني تقريبا لم يعد التعويل فقط، خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، يعني توقع تغيير مصادر التي تستورد منها تونس يعني الحبوب. كنا تقريبا 76% كانت يعني الصادرات أو الواردات من الحبوب جينا من روسيا وأوكرانيا، تم تخفيض هذه النسبة إلى 26% فقط هي الحبوب اللي جينا من غادي. تقريبا تم تنويع مصادر أخرى في السنة الفارتة، يعني من البرازيل وغيره، خاصة فيما يخص القمح اللين، وأنه يعني بانتظار أنه أيضا ثم بعض الاستراتيجية الخاصة في هذا المجال، أنه على الأقل في السنة القادمة إذا كانت سنة ممطرة أنه يتم توفير الحبوب وتوفير خاصة يعني البذور بصفة كبيرة، وأيضا يعني محاولة مساعدة الفلاح يعني على ربما جدولة الديون الموجودة إن كانت هناك ديون، وأيضا تقسيط ويعني مساعدات مادية للفلاحين. فيما يخص أزمة المياه وفيما يخص يعني الثروة المائية، هي نسبة امتلاء السدود بعد أمطار الأخيرة مايو وجوان تقريبا وصلت 34.9 بالنسبة للوزارة، أو بالنسبة لهذا ماهوش كافي. لكن اللي شاهدناه وكان أسئلة شنية استراتيجية الوزارة غير الحملات التحسيسية، لأنه ما سمعناش من إجابات أو استراتيجية، فقط هي السعي لحملات تحسيسية لترشيد استهلاك المياه وغيره، وأيضا حتى بعض العقوبات ربما غير ذلك. ربما سمعناش استراتيجية إذا كانت تواصل الجفاف اللي هو هذه السنة الرابعة على التوالي وغيره، شنية المصادر البديلة اللي تتخذها الوزارة من أجل يعني حل المشكلة هذه. في الحقيقة هذه ما سمعناش إجابة كافية وشافية، وما حسيناش أنه إطارات الوزارة عندهم استراتيجية أو خطة ربما بديلة إذا كانت تواصل الجفاف في هذا الإطار، غير الحملات التحسيسية وتشجيع على حسن استهلاك المياه وغيره. هذه نقطة استفهام في الحقيقة، لأنه يعني إذا كان وزارة اليوم ما لاحظناش مسؤولينها عندهم إجابة كافية وشافية في هذا الإطار تقريبا. سماح كما قلت ابتسام، كما قلت يعني الندوة اللي هي شهدت
مقاطعه يعني الصحفيين ما كانش فيها طبعا برشا اسئله، وحتى يعني يعرف سرحان ويعرف خليفه والوضع بعد 25 يعني تغير على مستوى الوزارات وتغير على مستوى طريقه تعامل الوزارات مع الاعلام، وبالتالي حتى حاولنا حتى انه ناخذ واحد من المسؤولين على الاقل في نقطه ساخنه، وكان ثم تطمينات انه باش ناخذ واحد في نقطه ساخنه، ولكن رجعنا للروتين اليومي، ابعث ميل وتاتيك الاجابه بعد مده اذا كان، وحدد الموضوع بالضبط اذا كان يهم الحبوب او يهم المياه او غيره. شكرا لك زميلنا سعيد زويري على كل هذه المعطيات.